تمام. طبعا الالترا ساوند كان ميجر ده كله، كان ميجر انترو بوستيرور وكان ميجر ترانسبيتر والاوبليك دامتر كان ميجر تمام. لكن انا واقف هنا مش لازم انا كمان، ده انا اللي بولدها ماليش راي. فاعمل ايه؟ هي ست نايمه، اشوف البيوبيك ارش ده والبيوبيك انجل ده. لو البيوبيك انجل ده يبقى حساب ايه؟ لو وايد حلوه هتنزل، لو لقيتها انجولار ما تنزلش او احتمال ما تنزلش. اجي حاطط الصبعين بايدي تحت البيوبيك ارش، لو دخل الصبعين تحت البيوبيك ارش هتنزل. مش كده وبس، وهي نايمه انت عارف رجلها هنا ورجلها كده، وتبقى فتحه الاكسترنال جينتاليا كده اهو، واسكلتي بروست هنا واسكلتي بروست. اجي ادخل اربع صوابع الناكل، ناكل يعني ايه؟ الفيست بتاعتي والناكلز اللي هي دول الاربعه. واحد اثنين ثلاثه، اعمل فيست قبضه والاربعه ناكل، وبندخلهم ما بين التو اسكلتي بروست. اف ات اكوموديت الديستنت اكوموديت my four fingers حلو هتولد. اوكي وهتولد فاجينال وهيطلع من الاوت بيت. ما خدتش الاربع صور بتاعي؟ لا. لقيت الانجل هنا هو صابع واحد بس اللي داخل، ابدا قد ايه؟ اعمل حسابي ان الست دي مش ممكن تولد الاوتلت ابدا. الاوتلت كونتراكت دليل كونتراكتد اهو الاثنين، ده صابعين وده فيست فور فينجرز. انا كنت بعملها هنا بتجاز لما كنت بولد، ده احط اصابع الاربعه اول ما الاقيهم داخلين ما بين الفيسكالتي وبروستي. لو ما لقيتهمش لو بعض الاخبار كان هتعمل مشاكل. دكتور كيف تعمل اكومديت؟ ها؟ كيف تعمل اكومديت؟ يعني ما هو ايه هي ايه؟ بصي إيه العين نايمه كده اهو، وفي رجل منها متعلقه مش عارفين انها حطت ايه البوزيشن ايه. وبعدين ده اسكلتيو بروستي اهو، وده اسكلتيو بروستي اهو، اهو الواحد بيقعد عليه ده اسكلتيو بروستي، ده الاسكلتيو اللي انا بقعد عليه ده اسكلتيو بروستي. اسكلتيو بروستي ناحيه اسكلتيو بروستي، ودخل صبعي ما بين ايدي ما بين، ادخل ايدي ما بين، يبقى دخلت ما بين التو اسكلتيو بروستي. اكومديت ماي فينتر ابدا، اوتلت حلو زي الفل. Does not accommodate my finger, outlet contraction. دكتور لازم الانجل كمان تكون accommodate two fingers ولا خلاص لو اربعه خلاص؟ Usually لو هي اربعه خلاص هيبقى اتنين خلاص. هذا مصباح. الانجل هي لما تبقى واسعه لازم يكون التو اسكالتوبروست هيبعدوا عن بعض. اذا كان التو اسكالتوبروست اكوموديت اربعه فينجر يبقى الانجل وايد. لو الانجل اوبتيوز هتنزل الانتويسكال قريبين من بعض. مش اكونديت. اعمل اي كلام فاضي. نايس لما انت الولاد والطفل غلطان. ما بيعرفش حاجه ممكن يحصل ده يحصل ده. طيب اول طريقه ده فادي. ها؟ اديك اذا طريقة؟ اثنين فينجر. تحت السيبسس بيوبس ده بيوبس اهي. ده الاكسلر الجنتالي اهي، ودي البيوبس اهي، وادي اسكالتيو بيوبيك ارش اهو، بيوبيك ارش اهو، ده اسكالتيو بروستي اهو، واسكالتيو بروستي اهو، وده بيوبيك ارش اللي هي ده اهي. احط اثنين فينجر، ده
تحت السيبسس جوبس. وقت الولاده قبل الولاده انت بتعملي اسسمنت للست دي، ويوجوال لو قبل الولاده هيبقى احسن عشان تو بريدكت ان في مصيبه. اعمل حسابي لك ما عذبهاش لغايه ما تولد وتنزل من القله تمشي في البلبس وتتحشر في الاول. دكتور كيف يعني أربعة فينجر أهم، بتعملي فيست أهم، ده الناكل أهو، الناكل أهم، دي بيسموها الناكل أوف ذا فيست، الناكل، كم فينجر دول؟ أربعة، أدخل أنا الأربعة كده أهو أهم، دخل الأربعة ما بين الفينجر والبروستيت معناها إن الأوت بتتحل. There is no outlet contraction. There is no outlet contraction. No outlet contraction. في واحد بقى ناصر. ناصر. يقول لك ده انا هعمل كمان اكتر من كده. ادي اهي العينه دايما كده، وادي فتحه الفاجينا اهي، فاجي عامل فاجينال اكزامينيشن. بي في اكزامينيشن. واشوف الاسكال سباين ده. والاسكال سباين ده احسهم، هل هم مور برومننت؟ هل هم سيك؟ لو مور برومننت وسيك الست دي ممكن ما تولدش فاجاينا، والكونتراكشن من الاسكال تيوبروس. والاقي بره كويس، والاقي الاثنين انجل كويسين، لكن وانا عملت بي في وانا بحس اللاترال مور بتاع البلفس بحس الاسكال سباين. لو لقيت اسكال سباين مور برومننت اسكال سباين ممكن اشك ان تولد فاجينال ديليفري، وان في اوتلت كونتراكشن نتيجه الاسكال سباين. لا لو هو اسكال سباين مور برومننت هيضيق المسافه ما بينهم، الراس مش تقدر تعدي. ما هتولد. لو هو مور برومننت وسيك المسافه ما بينهم ده اسكال سباين اهو، اسكال سباين اهو. لو هو مور برومنت وداخل لجوه المسافه هتقصر، الراس مش هتعدي، فيحصل اوتلت كونتراكشن. اوتلت كونتراكشن لازم بي في اكزامينيشن اشوف الاسكال سباين واشوف هل هم مور برومنت ولا لا، ومور انورد دايركتد ولا لا، داخلين لجوه ناحيه البلبس كافيتي. اول مره قلت سيزيريان مرات اللي بعدها برضه سيزيريان مش شرط. ده غالي برومينت. ها؟ حكيت لها برومينت. مش شرط، مش شرط اللي تولي سيزيريان، لا لا لا. لان السيزيريان لها 50,000 سبب تعمل. من ضمنها لكن اللي عندها بلفيك كونتراكشن نفترض ان هي اول مره فيل نازل، فيل. راسه قد كده اهوت وجسمه قد كده اهو، الشولدر داخل داخل يتخانق. ده مش هينزل. نفترض اللي بعديه عيني غلبان يا دوب يعني راس قد كده اهوت والريح ده هينزل. ففي دايمنشن ديسبروبورشن، ديسبروبورشن ما بين الهيد اللي نازله وما بين البلفيك دام بس. البروبورشن ما بينهم، هل في ديسبروبورشن يعني مختلفين عن بعض ولا كويسين ماشيين؟ ممكن واحده عندها كونتراكتد بلفس وتولد فاجينا عادي لان طفل نازل نمله نازله. طب نعمل لها ايه؟ فالديسبروبورشن كده بقيس الراس وبقيس البلبس واشوف هل دي تعدي ولا ما تعديش، وهل هي بتدي بالنسبه للهيد كونتراكتد بلبس ولا مش كونتراكتد بلبس. عشان كده بقيس الاثنين، عشان كده بقيس الاثنين. ايه؟ الليفر؟ الكافيتي لا، اللي دخلها من القلة أقصى دايمتر فيه أقل دايمتر كام؟ 10 10
10 ونص اللي هو الترو بيل دخل من 10 ونص المين كافيتي 12 مش هيحصل لها ابدا اريست هي يا اريست وهي داخله يا اريست وهي طالعه لكن طالما دخلت من الانت هتعدي في الكافيتي وبعدين هي المشكله ان مش كده المشكلة الطفل أول ما يشوفكم هيدخل لجوه خالص. لا في لا أوت كونتراكشن، في إن كونتراكشن بس اصطدم بيكم. فريرة. في نكتة على فكرة، أقول لك. كان في مرة دكتور نسى ولادة. وبعدين كشف على واحدة حامل. وعمل الترا ساوند لقى فيه ثلاثة بيبيز. دي نقطة. ثلاثة بيبيز. كويس جه ساعة الولادة. فولد الطفل الأولاني. لقاه مزرق ومش عارف ياخد نفسه وما بياخدش نفسه ومزرق. فيوجوال بيعمل استيميليشن للريسبيريشن بإنه بيجي ماسك الطفل من رجليه ويجي خبطه على ظهره. فبيعمل استيميليشن تبص تلاقي الطفل صرخ. عمل استيميشن بدات الريسبيريشن خلاص فهو الطفل نازل كده اهوت جه ماسكه كده اهوت وجه ضربه على ظهره جامد فجه الطفل مصرخ جه حطه نزل التاني فلاقي برضه نفسه عنده ساينوزس وما بياخدش نفسه وجه برضه ماسكه من رجليه وجه ضربه على ظهره وجه حطه جنب اخوه يدور على التالت مش لاقي مش لاقي خالص التالت خالص نهائي يقول لي للحكم مش احنا عاملين الترا ساوند وكانوا ثلاثه قلت له اه مفيش التالت خالص انا يمكن احنا غلط في الحساب انا همشي بقى وانت نظف المكان وخلاص فالدكتور مشي وهي بتنظف المكان فالتالت بقى طلب راسه وبعدين قال لها الدكتور اللي بيضرب العيال الصغيره مشي فقالت له اه اكيد مات والله ما بتفهميش عمال يضرب ده الدكتور عمال يضرب الاخوان قال لك انا اهرب بقى بجد لقيتنا الراجل ده يمشي طيب ده الاول الاوتلت كونتراكشن والانلت كونتراكشن والدايمنشنز بتاعت الاوتلت والدايمنشنز بتاعت الانلت والدايمنشنز بتاعت الانلت المشكله في البلبك كونتراكشن من رواق فاجينال دليفري از امبوسيبل المجال الدليفري الوسط لان فيه بالبيك كونتراكشن ثانيا مال برزنتيشن لو في قله كونتراكشن الطفل ممكن ما ينزل يلف راسه تبص تلاقي راسه جاي ينزل بالعرض ينزل بالطول مال برزنتيشن نتيجه بالبيك كونتراكشن نمره ثلاثه ممكن ينزل الطفل بس يحصل بريماتور رابشر من برين تعرف ان الامنيون محوط الطفل وهو نازل لسه في الفاجينا يحصل رابشر للامنيوتك ذا وينزل امنيوتك فلويد ده بيسموه بريم ماتيور رابشر للممبرين وده طبعا مشكله مش مهم المهم هيحصل فيه مشاكل مع البلبي كونتراكشن كده البلبي كونتراكشن از امبورتنت ولازم اقيمه لان ممكن يفصل المان برزنتيشن بريماتيور رابشر ليه الطفل ده مش نايم ما حصلوش انجيجمنت؟ ليه الطفل ده هيقول السيزيريان ولا مش سيزيريان؟ كل ده كله من الايه؟ الميجرمنت بتاعت البلبس. ايه اسباب البلب كونتراكشن؟ ممكن تكون كونجنتر هو مولود بيها كده. هو مولود كده، هي مولوده كده. بلب كونتراكشن هتلاقي مثلا ترانزيت فاميليز. مثلا مامتها برضه كانت كده. وكونجنتر. ايش دعوه؟ أو ممكن تكون أكواير. نفترض إن هي دلوقتي معاها رخصة عربية وجت وقت العربية وسايقة وماشية على 100 120 كيلو
جت خبطه في عربيه ثانيه، عربيه الميه عشان كبيره، وحصل فراكشر بيلبس. لما يجي يحمل البيلبس لحم يعني حصل فيه انعوام، بيعمل ممكن كونتراكت بيلبس نتيجه انجري فراكشرز للبوم. او واحده وهي صغيره كان عندها ريكتس، عارفين ريكتس؟ ايوه ريكتس. الراكيتك بيلبس كونتراكت بيلبس، راكيتك بيلبس كونتراكت بيلبس، ده اللي ممكن يعمل كونتراكشن اللي هي الحاجات اللي هي الاكواير. او مال سيتنج، يعني واحده قاعده تذاكر وعوج ظهرها، يعني الكتاب قدامك كده اهوت وهي عامله كده، الكتاب قدامك طب تقف وتقعدي كده، لا ما تقعدش. مال بوزيشن، معمره معمره الليجامنتس والجوينتس بيحصل لها ري اكوموديشن للنيو بوزيشن ده، وممكن يحصل كونتراكتد بيلبس. عشان كده القعده السليمه مهمه جدا، ده ممكن يعمل لي كونتراكتد بيلبس. تمام. في أربعة common types of baldness. common types of baldness. أول واحد جينيكويا. الجينيكويا بيلبس ده تقريبا 41% من الفيميل بيلبس. وده تيبيكال فيميل بيلبس. تيبيكال. بالدايمنشن بتاعت الانلت، دايمنشن بتاعت البيلت، دايمنشن بتاعت الاوتلت زي الفل. ده تيبيكال فيميل. في اندرويد. لما تسمعي اندرويد تفتكر الاندروجين. اندرويد تفتكر الميل. اندرويد ده شبه الميل بيلبس. الاندرويد كاركترستيك ليه ايه؟ ان نلاقي البيلبس فانل شيب زي الام، يعني هنا واسع كده اهو وهنا ضيق كده اهو. فانل شيب ومعاه كونتراكتد اوتلت. كونتراكتد اوتلت يعني فانل شيب، اللي قدام اللي فوق واسع واللي تحت ضيق وعامله زي الام، فالام ده ضيق من تحت، فمعاه كونتراكتد اوتلت. كونتراكتد ايه؟ اوتلت. ده اللي هو الاندرويد. في الانثروبويد. انثروبويد زي بتاع الحشرات ولا انثروبويد. هبص الاقي هذا البلبس نارو، كله نارو، قلة نارو، كافيتي نارو، اوتلت نارو، كله نارو على بعض، وايه؟ واخد شكل الايه؟ اوفن، لكن كله نارو ولونج، الاقي لونج بلبس، لونج بلبس ونارو بيلبس والكافت اوفن. لما هنا قلت واوتلت وشكل وشورت فيري شورت، يعني يا دوب بالقلت والاوتلت مفيش. ده الانثروبويد. الرابع بقى البلاتي باللويد. بلاتي باللويد. وانا لازم ادوخكم من الالفاظ دي. بلاتيبلويد، انثرويد، انثروبويد، يعني الفاظ قويه جدا. لكن بلاتي بلاتي انا بفتكر بلاتي يعني حاجه مفروده، ولذلك البلاتي ده هو الاقي القلت بتاعه وايد وترانسفيرس، والبرومونتري بتاع السكرم مور برومينت. اوفر وايد اوفر انلت، لكن البرومونتري مور برومننت لجوه، عشان كده تلاقي الانترو والسيرو ديامتر بتاعه فيري نارو. ده البلاتي بلوي. دول اربعه كومن تايبس اوف فيميل بيلدز اللي ممكن تقابليهم. ايش المشكله في الاول؟
لا توجد مشكلة جينيكوية ده تبكي ده أيدي لا توجد مشكلة فيه خلال مشكلة في الباقي أندرويد يعني شبيه الميل أنثروبويد لكن زي الحشرة افتكرها شكل الحشرة زي الدودة افتكرها بأي حاجة أنثروبويد بلاتي باللويد بلاتي مش بلادي 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 لا بلادي بلادي يعني وصل ال ال بتاعه اوفال لكن البرومونتري فيري برومن فالانتروبوستيريو دامتر بتاعه ضيق لكن الباقيين دامترز بتاعته التانيين حلو ترانسفيرز دامتر وايد كويس لكن انتروبوستيريو دامتر ويمكن الاوبليك كمان دايب. لكن الايه ده البلاك دول اربع تايبس بتوع الايه طيب لو خدت لاترال فيو للبنتس ده سيمس ديوكس اهي وادي البرومونتري بتاع السيكرم اهو وادي السيكرم اهو ده الانلت اهو وده الاوتلت اهو صح وده الكافيتي بتاع البنتس انلت اوتلت كافيتي الباس كانال الباس كانال يعني المجرى الذي سوف يتخذ الطفل وهو نازل الباس كانال من السنتر بتاع الانلت للسنتر بتاع الاوتلت وخدت خط كده اهو ده الباس كانال والباس كانال ابص لها اوبليك مش نازله فيرتيكال ده اوبليك لان البلبس اوبليك فالباس كانال ايضا اوبليك بس كمان هتلاقي اليوترس هنا اهو وادي الفاجينا والبس كمان وطبعا مش هيبقى نايم ده الطفل هيبقى ايه مليان البس كمان هتبقى اوكي تمام نيجي بالمره البلبك فلور البلبك فلور البلبك فلور زي الدافران كده البلبس البلبس من تحت متغطي بمصر بص ليه انا هاخد سيكشن في هذه ده سيمسز لوبس اهي وادي اليوبيك ارش اهو وادي الاسكال ديبروستي اهي وادي الاسكال سباين اهو وادي السيكرم والكوكسكس ورا شايفين المنظر ده هرسمه تاني ادي السيمسز لوبس اهي وادي الاسكال ديبروستي اهو اسكال تيوبروستي اهو وده السيمسز جلوبس اهي الاسكال سباين اهو ادي الايه السكرم والكوكسيجيس اهو وادي اسكال سباين اهو صح كده؟ صح ولا مش صح؟ في عضله مغطيه المنطقه دي كلها وعند الفلور بتاعت ارضيه البلبس هذه العضلة هي هم عضلتين واحدة اسمها ليفيتور اناي ماسل والتانية اسمها كوكسيجيس ماسل شمش فوق
عشان ما تشوفوهاش. الليفيتور الناي كل الفلور الليفيتور الناي مصر وكوكسيجياس مصر صغيرة. دول عاملين الفلور بتاع البلفس. الفلور ده هو اللي سبورت البلفيك اورجن. يعني واحد بيحزق، واحد بيكح، واحد بيعطس، لو مفيش بلفيك فلور الاقي الاورجن طلعت بره، الاقي اليوترس طلع بره، والاقي اليونان بدر في الشارع، والاقي الريكتم في الشارع، لان مفيش حاجه. فده سبورت البلفيك اورجن سبيشالي دورينج انكريز انترا ابدومينال بريشر. ده فيري امبورتنت سبورت، وفيري امبورتنت سبورت لليوترس في مكانه. اول سبورت the most important support the support السبورت كل اللي حوالين مين؟ الليفيتور الناي مصر. الليفيتور الناي مصر is the most important support of the uterus, is the most important support of the pelvic organ. الليفيتور الناي مصر هي التي هي كل حاجه. الليفيتور الناي مصر. ولذلك في ناس بيعملوا اكسرسايزز للليفيتور الناي مصر بعد الولاده. تروح تعمل اكسرسايز عشان تقوي البلفيك فلور، عشان تقوي الليفيتور الناي، عشان ما يحصلش ويكنس فيه، عشان الاورجن ما تنزلش. وده بوست بارتم بعد الولاده بيحصل فيه اكسرسايزز للليفيتور الناي مصر للبلفيك فلور. في ساتن اكسرسايزز كان انجيز التوم فيه لاهميتها القصوى لفيتور ناي مصر. لفيتور ناي مصر دي كذا بارت. لو انا بصيت في الفيتور ناي مصر اهي شي بارت. اللي بيخترقه اليوريسرا في ميليوريسرا. وراها الفاجينا تخترق عشان تطلع لبره. الريكتا بيخترق عشان يعمل ايه الكلام ويطلع لبره. فدول التلاته دول بيخترقوا الليفيتور الناي مصر. بيخترقوا البلفيك فلور. بيخترقوا البلفيك فلور. كل ما هو فوق البلفيك فلور ده البلفس. كل ما هو تحت البلفيك فلور ده البرينيوم. البرينيوم.